مساء الفل عليكم وعلى كل مشاهدينا على شاشة قناة المحور. أهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من وصفة هنية. هاي النهاردة عايزة قبل ما أبدأ معاكم فقرتنا نتكلم شوية عن فيروس كورونا أو حالة القلق المنتشرة جدا بين الأمهات وبين الأطفال الصغيرين، ودايما بيبقى فيه قلق. لا النهاردة احنا بنوجه رسالتنا لكل الأمهات والأطفال اللي بيتفرجوا علينا، محدش يخاف ومحدش يقلق تماما من فيروس كورونا. الحمد لله إن مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية أقروا النهاردة إن مفيش فيروس كورونا في مصر، ولو فيه فكل النتائج اللي طلعت أو الناس اللي كان مشتبه فيهم ان هم عندهم فيروس كورونا او عندهم الفيروس ده هم اصلا حالتين اجانب، وكل الحالات المشتبه فيها كانت سلبيه. احنا النهارده بقى هنتكلم على الانفوجراف اللي عمله مجلس الوزراء. الانفوجراف ده احنا عارضينه قدامكم على الشاشه، ده بيكون تنويه او المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر الانفوجراف ده، بيسلط من خلاله الضوء على اعراض الاصابه بالفيروس وكمان طرق انتقاله وسبل الوقاية منه. من الأعراض دي زي الحمى، السعال، بعض الأعراض التنفسية التانية زي احتقان الأنف، التهاب الحلق وصعوبة في التنفس. الحقيقة احنا بقى النهاردة كده من خلال وصفة هنية عايزين نطمن كل الناس وكل الأمهات. الحمد لله يا رب ان اي اشتباه في مشكلة ان ممكن الناس تبقى مصابة بفيروس كورونا سواء في المدارس او سواء في المستشفيات او وات ايفر في اي مكان في العالم، في مصر الحمد لله كلها سلبية. طيب مش عايزين بقى نجري يا جماعه ورا الاشاعات، مش عايزين نجري ورا الفيسبوك البيجز الحاجات اللي عماله بتطلع، حتى كمان على الانستجرام ناس كتيره جدا بتطلع اشاعات وبتقول معلومات خاطئه. الحمد لله منظمه الصحه العالميه قالت مفيش فيروس كورونا في مصر، وان الحالات المشتبه فيها حالات كلها سلبيه، والحالتين اللي اكتشفوها اجنبيه. فحبوا بقى كده معايا الاول بزميلتي سالي. ازيك يا سالي؟ ازيك يا سالي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش انا طولت شويه وبعدين بدات عماله اعيد وازيد في الموضوع. لا علشان اللي يدخل موضوع كبير. اللي يدخل في جروب الماميز كمان في الجروبس بتاعه الواتساب بقى بتاعه المدرسه هيتخيل ان احنا بنمشي بين جثث الضحايا. حرام. الموضوع كبر قوي، يعني احنا دلوقتي في حاله استنفار. فيعني يا جماعه اهدوا خالص خالص خالص، ولو في اي حاجه الحكومه هتعلن وهتقول وهنهدي اعصابكم، فما تقلقوش. طالما ما فيش اعلان رسمي يبقى ما فيش حاجه، لان خلاص هو ما ينفعش حاجه ان احنا نخبي ولا ما نقولش ولا ايه. ده عنده كورونا وقاعد في بيته ومخبي ومامته، على فكره مامته تحكي علينا. لا ما ينفعش. مش هينفع. والله العظيم الحمد لله يا رب. لا ربنا سبحانه وتعالى بيحب مصر وبيحب شعبها، ودايما احنا في امان ومفيش اي مشكله. والنهارده كمان وزيره الصحه طلعت واعلنت الموضوع ده وقالت ان مفيش اي مشاكل وكل الحالات فعلا المشتبه فيها طلعت حالات سلبيه، والحالات اللي طلعت اكتشفوا ان هي عندها فيروس كورونا حالات اجنبيه، يعني مش تبعنا يا جماعه. والفيروس ده ما بيعيش في الجو الدافي، احنا جونا خلاص بقى دافي يا جماعه. احنا النهارده درجه الحراره 28. الفيروس مش هيعيش في الجو ده باي شكل من الاشكال. النهارده يا سالي الجو كان حار. والله ده كرم من عند ربنا برضو، وامبارح كانت 28 برضو، فخلاص يعني احنا داخلين على الصيف والفيروس ده ما بيعيش في الجو الحار ولا في الجو الدافي. اعلى من 26 الفيروس ده بيموت. دي حقيقة. وبعد كده يا جماعه بقى هنبقى نقول لكم درجات الحراره اليوم. النهارده حاله الطقس بجد عشان الموضوع ده يعني بصوا بيفرق معانا قوي. احنا